مكونات البناء الأساسية لكل أنواع المادة ولكل الكائنات الحية بما في ذلك أنت، وأن هناك 94 نوعا من الذرات في الطبيعة والتي تتحد مع بعضها بصور عديدة لتكوين الكثير من الأنواع المختلفة من المادة. وقد تعرف العلماء على 10 ملايين تركيب للذرات، ويعتقدون في وجود مليارات التراكيب الأخرى. وهيك منكم خلصنا فقرة هل تعلم لليوم، إن شاء الله إنها تكون عجبتكم واستفدتم منها، وللقاء مع فقرة جديدة ومعلومة جديدة. باي.